ماشي خلاص. هاي ايفري وان، مستر راضي وذ يو، اهلا وسهلا بحضراتكم، معكم مستر راضي. توداي وي ويل ديسكاس بريفكسز. النهارده يا حضرات هنتكلم عن بريفكسز البادئات. البادئات مقطع في اول الكلمة، مقطع في أول الكلمة. متنوعة، البادئات دي كثيرة جدا ومتنوعة وعديدة. البادئات ثابتة بمعنى أن كل بادئة لها كلمة خاصة بها، أو كل كلمة لها بادئة خاصة بها. هنشوف البادئة تأتي مع الاسم، تأتي مع adjective صفة، تيجي مع verb، تيجي مع adverb الظرف. ايه فائدة البادئات؟ البادئات تعمل عملية تزويد للكلمات اللي عندك، حصيلة الفوكابلاريز والكلمات بتزيد معاك من خلال اضافة البادئات. طيب النهارده هنتكلم عن جزء متعلق بأوبزيت. أوبزيت العكس، أنتونيم نيجاتيف. الجزء بتاع النهاردة من بريفكسز اللي هو هناخد العكس، العكس من خلال حلقة النهاردة مع حضرتك. شوف مثال، هنلاقي مثلا مقطع أب عن إن إل إر ديز نان إم. أب عن إن إل إر ديز نان، ده بادئة تفيد العكس، تساعدني في الحصول على عكس الكلمة. For example، على سبيل المثال normal، happy، direct، legal، regular، like، stop، polite. ثمان كلمات هنترجمهم عشان نستفيد. طبيعي، سعيد، مباشر، قانوني، منتظم، يحب، يتوقف، مؤدب. ثمان كلمات. طيب لما نستعمل بريفكسز المقاطع او البادئات في اول الكلمه مع هذه المفردات، هنلاقي الضعف. نورمال، اب نورمال، هابي، ان هابي، دايركت، ان دايركت، ليجال، ان ليجال، ريجولار، ان ريجولار، لايك، ديز لايك، ستوب، نان ستوب، بولايت، ان بولايت. اصبح لدي 16 كلمة، بدل ما كانوا 8، مجموعة الكلمات كانوا 8، لا أصبحوا 16. إذا من فوائد الفيكسز إنها بتزود الثروة اللغوية، وهتيجي مع الأسماء والصفات الظروف الأفعال. عديدة جدا. النهاردة خدت الجزء المتعلق بالعكس، والحلقات القادمة إن شاء الله هنكمل ونستفيد مع بعض. Have a chance to be with you. فرصة سعيدة أن أكون مع حضراتكم. See you next time. أرى حضراتكم الحلقة القادمة. Thank you very much. Goodbye.